مسلسل ضرب نار هو كلمة السر في انفصال ياسمين والعوضي، وناقد بيشير إلى فعل معين قام بيه العوضي قبل إعلان الطلاق، يبدو أن هو كان مؤشر لخلاف بينه وبين ياسمين عبد العزيز. كمان معنا إصابة طليقة فنان شهير بحادث مؤلم وتهشم سيارتها وسرقة شقيقة إحدى الفنانات أما تامر حسني فبيشوق جمهوره. كل ده وأكتر من أخبار الفن معانا في تغطيتنا. كشف الناقد الفني إيهاب عبد العزيز سبب مفاجئ وراء انفصال وطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ووضح أن السر كان في مسلسل ضرب نار. طب إزاي كان السر في مسلسل ضرب نار؟ قال أن مسلسل ضرب نار هو اسمه محير ولا يعبر عن بطل العمل أو حتى البطلة، ويقال أنه كان في مشاكل كتير في الكواليس. كمان كمل كلامه وقال قد تكون الروح ما بينهم في المسلسل ما كانتش قوية، عشان كده ما نجحش العمل زي نجاح مسلسل اللي ملوش كبير. الناقد الفني خالد شاهين كشف تفاصيل جديدة حول انفصال الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إن كان في شد وجذب وخلافات بدأت من وقت تصوير مسلسل ضرب نار، كمان ومسلسل اللي ملوش كبير. ووضح الناقد إن ياسمين كان ليها وجهة نظر معينة في تصوير بعض المشاهد، لكن العوضي كان مختلف معاها في المشاهد دي أو الاقتراحات دي. كمان قال إن أحمد العوضي ما كانش متواجد في احتفالية ياسمين بعيد ميلادها، واكتفى بإن هو يكتب بوست يهنيها على الفيسبوك أو من خلال السوشيال ميديا، لكنها ما اعتبرتش البوست وما علقتش عليه ولا ردت حتى على هذه التهنئة. بعدها ب 24 ساعة تم إعلان الانفصال. من وجهة نظر تانية، علقت الإعلامية رضوى الشربيني على خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي بشكل رسمي واللي صدم محبيهم، وقالت على إكس: رضوى الشربيني قالت إن هي حزينة جدا وعبرت عن حزنها للخبر ده، وطلبت من الجمهور إن هو يبطل يشمت، وقالت: طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي من أكتر الأخبار المحزنة بالنسبة لي، كفاية شماتة وتلقيح، أرجوكم وربنا يعمل اللي فيه الخير. كمان الفنانة أيتن عامر علقت على الموضوع الطلاق، وعلقت على بوست خاص بالفنانة ياسمين عبد العزيز إن الفنان أحمد العوضي ما خانهاش طول فترة زواجهم بعد انفصالهم رسميا خلال الساعات اللي فاتت. أيتن عامر كتبت خلال حسابها على انستجرام: انت ليه بتشرحي واحنا مالنا ومال السبب؟ دي حاجة تخصكوا انتوا بس. كمان أضافت أيتن عامر: ربنا يعمل لكم اللي فيه الخير ويعوضكم خير، انتوا الاتنين ما تتخيروش عن بعض، وبرضو بنحبكم وبندعلكم. خلونا ننتقل من قضية الطلاق لحادث جديد وهو السرقة. الحقيقة ان أجهزة الأمن في الجيزة بتحاول تكشف ملابسات وقعت سرقة 3 سلاسل من الألماس من مايا شيحة وهي شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة أثناء تواجدها في مركز تجميل في أحد المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر. بعد بلاغ مايا لأجهزة الأمن بأن هي اكتشفت اختفاء سلاسل الألماس الخاصة بها واللي بتقدر قيمتها بما يزيد عن 1,000,000 جنيه، انتقلت قوة أمنية وعملت على تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الوقعة في محاولة للوصول إلى هوية المتهمين. اتهمت مايا في بلاغها خبير التجميل وكمان معاها عاملة بسرقة 3 سلاسل، وقالت إن هي أثناء تواجدها في صالون التجميل خلعت ما ترتديه من مشغولات وأعطتها للعاملين بالمركز تمهيدا لإجراءها جلسة تجميل. اكتشفت بعودتها إلى بيتها إن هي ما خدتش السلاسل، لكن لما رجعت تاني للمكان فوجئت بإنكار العاملين للواقعة، وعلى إثر ذلك اتصلت بالنجدة وبتعود تفاصيل هذه الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغ بتعرض ممثلة معتزلة للسرقة في مول شهير بمدينة السادس من أكتوبر. وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن مقدمة البلاغ مايا شيحة شقيقة الفنانات حلا وهنا شيحة
أفادت باختفاء بعض المجوهرات لدى تواجدها في صالون تجميل. أما الفنان شريف منير فتعرضت لورا طليقة الفنان شريف منير لحادث سير مروع أدى لتهشم السيارة بالكامل، ونشرت لورا فيديو ظهر فيها أثار الحادث وعلقت عليه قائلة: عمري ما عملت حادثة في حياتي، وطول عمري بقول إن الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت أنت بتعرف تسوق، وإن اللي ربنا كاتبه لك هتشوفه، وإنك ما تملكش في نفسك ولا أي حاجة، ولا في نفسك ولا في اللي حواليك، غير إنك تدعي لنفسك وللي حواليك إن ربنا يحفظنا ويلطف بينا. كمان أضافت إن أهم اكتشاف اكتشفته إن الزحمة أأمن بكتير من الشوارع الفاضية السريعة اللي هي بتجذب محبي السرعة. أما الحاجة التانية اللي اكتشفتها أو اللي عرفاها هي من زمان، إن اللي بيمشي ما بيتعبش، بس بيسيب ناس اتكسر قلبهم لأنهم حبوك من قلبهم. بشكرك يا رب إني ما كسرتش قلب حد، وإني طلعت منها على خير. وختمت كلامها وقالت: ربنا يحفظكم كلكم ويحفظ أولادكم من شر الطريق وشر الناس المستهترة، وإن محدش مات حتى لو كان هو اللي غلطان، لإني مش عارفة كنت هبقى عاملة إيه لو كان حد مات حتى وإن كان هو الغلطان. أرجوكم ارحموا أهاليكم وما تموتهمش وهم عايشين. يعني دي كانت الرسالة اللي ختمت بيها كلامها. في خبر بقى للفنان معانا تامر حسني، قال على حسابه انستجرام، كتب تامر حسني: مستنيين الجديد، وده بيسأل في سؤال طبعا لجمهوره. والمطرب تامر حسني كان أحيا مؤخرا حفل غنائي ضخمة ضمن حفل ختام مهرجان دبي للتسوق. هذه كانت مستجدات الفنان تامر حسني، لأنه قدم خلال الحفلة مجموعة كبيرة من أشهر الأغاني القديمة والجديدة، كمان زي أغنية موحشتكيش، وهي أحدث أغاني تامر حسني على موقع الفيديوهات يوتيوب. دي كانت جولة سريعة كده في أهم أخبار الفن وما استجد بخصوص الفنانين، سواء كان للأسف أحداث يعني حزينة أو كان الجديد بتاع الفنان. بنتمنى ليهم كل التوفيق، وبنتمنى لحضراتكم كل التوفيق، وبنشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.